معانا الاستاذ وجدي زين الدين، الكاتب الصحفي الكبير ورئيس تحرير جريده الوفد. مساء الخيرات يا وجدي بيه. مساء الفل استاذ تامر، ازي حضرتك؟ واولا انا بشكرك شكر جزيل على هذا الثناء والاطراء على حزب الوفد وعلى جريده وبوابه حزب الوفد. انت تعلم يا استاذ وجدي ان انا يعني المجامله والنفاق مش من طبعي. انت انسان جميل ورائع، واشكرك برضو بكرر شكري على هذا الثناء وهذا الاطراء على جريده وبوابه حزب الوفد وحزب الوفد. ونقول لك بقى رقم اتنين، مبروك والف الف مبروك ان شبكه تلفزيون النهار تفوز بالجائزه، ومبروك لك انت شخصيا وللاستاذه منى عراقي والاستاذ عمرو الليثي وكل الزملاء العاملين في الحقل الإعلامي والصحفيين اللي فازوا بالاستفتاء. الحقيقة إن حزب الوفد بقيادة المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس الحزب حريص على التواصل مع كل فئات المجتمع المصري، وأطلق عدة مبادرات في الفترة الأخيرة منذ تولي رئاسة الحزب كلها تتعلق بالتفاعل مع الجماهير في كل القطاعات، وكان من بينها هي المسابقة الخاصة بأفضل الإعلاميين والصحفيين في العام المنصرم. وهناك زملاء أعزاء كسر فازوا بهذه الجائزة، ومش ده رأينا على فكرة، مش احنا اللي قلناه، لكن القراء الأعزاء هم اللي قالوا ان ده افضل وده احسن وكده يعني. صحيح. فدي نوع من انواع التواصل مع بيقوم به حزب الوفد مع الاعلاميين وغير الاعلاميين، ومن خلال مبادرات كثيرة اطلقها حزب الوفد في الفترة الماضية وجريدة الوفد. الحقيقة الكلام اللي انا قلته عن حزب الوفد يا استاذ وجدي ليس فيه اي مزايدة. حزب الوفد احنا بنشرف بوجوده في الحياة السياسية تاريخا واسهاما وفاعلية، والمواقف الوطنية والاحداث الوطنية كلها تشهد ببصمة حزب الوفد ورجالات حزب الوفد عبر التاريخ. وكمان زي ما حضرتك قلت انه وجود المستشار ابو شقة على رأس الحزب هذه الايام يعطينا بادرة تفاؤل كبيرة بيعني استعادة هذا الحزب لبريقه وكيانه وتواصله مع الناس. وطبعا انا شهادتي مجروحة في جريدة الوفد اللي انا بعتبرها كانت هي قبلة الحياة للصحافة الحزبية ومن ثم الخاصة بعد كده، واللي عملت تحريك كبير لجمود الحياة الصحفية في مصر. أشكرك يا أستاذ تامر على كل هذا الثناء، وأنا أعدك يعني باسمي وباسم الزملاء في جريدة وبوابة الوفد الإلكترونية إن احنا نكون عند حسن ظن القراء بنا، ننقل ألامهم ومتاعبهم ونعبر عن مشاعرهم، وتظل جريدة الوفد كما يراها المصريون، وخاصة في ظل قيادة المستشار أبو شقة، هذا الرجل القيمة والقامة الذي يلعب حاليا دورا سياسيا بارعا في الحياة المصرية السياسية. شكرك شكرا جزيلا. شكرا. الصديق والكاتب الأستاذ وجدي زين الدين رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد، وكل الشكر كل الشكر للسادة القائمين على حزب الوفد.